يا مساء الفل على حضراتكم، اهلا بيكم. ودايما في فقرتنا المتميزه جدا من برنامجكم شارع انهار، الفقره الطبيه، واللي بيكون معانا فيها دايما اطباء متميزه في مجالاتهم. النهارده هنتكلم عن المؤتمرات واهميه المؤتمرات، وده اللي بيفرق طبيب عن طبيب، مدى اهتمامه وحرصه على حضور المؤتمرات. احنا النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن مؤتمر مهم جدا، هو يعتبر من أكبر المؤتمرات الدولية لجراحات السمنة والسكر، مؤتمر بيسمى به مؤتمر الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وده تقريبا أو تحديدا السنة دي اتعمل في مدريد. الكلام ده كله هنعرفه من دكتورنا اللي دايما بينورنا، طبيبنا المتميز جدا الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر. برحب بيك يا دكتور كريم، ودايما منورنا، واهلا بيك. احنا بنتكلم عن المؤتمرات وعن أهمية المؤتمرات، والحقيقة المؤتمرات هي اللي بتميز طبيب عن طبيب، يعني مدى اهتمام الطبيب بحضور المؤتمرات ده اللي بيفرق طبيب عن طبيب. فالنهاردة في مؤتمر حضرتك حكيت لي عنه قبل الهوا، اسمه الإيفسو، تمام كده مظبوط؟ فعايزين حضرتك تحكي لنا اكتر عن المؤتمر ده. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحي لي ان انا احيي حضرتك وكل الساده المشاهدين. الحقيقه طبعا احنا في مجال جراحات السمنه والسكر كل يوم في جديد، سواء في عمليات التكميم، عمليات تحويل المسار، يمكن في تكنولوجي حتى البالونات اللي هي بالونه المعده، الناس متعارفه عليها، البالونه اللي بتركب في المعده لانقاص الوزن. كل ما يتعلق بجراحات السمنه والسكر أو الجراحات المتعلقة بإنقاص الوزن كل يوم فيها جديد. الحقيقة طبعا المؤتمر بتاع الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر كل سنة بتعمل مؤتمر كبير بيجمع كل جراحي العالم في كل مكان، الجراحين يعني اللي هم مهتمين بجراحات السمنة والسكر، وبيجتمعوا مكان كان يعني من 3 سنين كان في البرازيل، والسنة اللي فاتت كان في دبي، السنة دي في مدريد في إسبانيا، السنة الجاية بقى إن شاء الله يبقى في ميامي في أمريكا. فالحقيقة طبعا بيبقى يعني زي ما يكون حاجة كده بيطلع منها خلاصة ما يتعلق بكل جديد في جراحات السمنة والسكر. بتشوف بقى كل ما يتعلق بالتكميم، إيه الحديث فيه السنة دي، الناس كلها بتتكلم على التكميم المعدل أو التكميم اللي هو بتركب عليه حلقة في المعدة، انا بنعمل له بقى حلقه لانه من الحاجات اللي هي المميزه جدا، ويمكن اللي هتؤدي يمكن حاجات يمكن نتيجتها اعلى شويه في تكميم المعده على المدى البعيد. تحويل مسار المعده، انواع جراحات جديده في تحويل مسار المعده زي تحويل مسار الاس 12 اللي هي بقت ابروفد في الايفسو السنه دي، اللي هي السيدس او تحويل مسار الاس 12، دي من الجراحات اللي هي الحديثه والاحدث في جراحات تحويل مسار غير تحويل مسار الكلاسيكي والمصغر اللي هو الاوميجا لو. تحويل المسار الاس 12 ده شيء يعني متطور لتحويل المسار او العمليه، فيرجن جديد لتحويل المسار اللي هو المعده. في البالونات، في مجال البالونات حتى اللي هي الحاجات اللي هي البسيطه اللي الناس بتحب تركبها عشان تنزل وزنها بدون جراحه، دي كانت بتركب بالمنظار، منظار الفم، وكان بيقعد ساعه ولا حاجه في المستشفى وعايز يروح بيته بدون جراحه. لا، في بقى دلوقتي حاجات اسمها الكبسوله المبرمجه إليبس أو الكبسولة الذكية اللي هي عبارة عن كبسولة صغيرة، هي البالونة عبارة عن كبسولة بيبقى لها تيوب متركبة فيها صغيرة جدا، العين بيبلعها وهو قاعد في العيادة بيبلعها عادي خالص، أو قاعد في البيت، بس هي بتحتاج طبعا إن احنا نتأكد إن هي بقت جوه المعدة، وبتتحقن بمادة حوالي 500 ل 550 سم. دلوقتي هو بيبلع الكبسولة وبعدين بيتم حقنها، ويبقى في تيوب صغيرة جدا بتتحقن. ودي ما لا بتاخد بينج ولا أي حاجة، وأنت قاعد في بيتك عادي خالص أو قاعد في العيادة. تقوم تقعد هي نفسها 4 شهور في المعدة، وبعد 4 شهور هي مبرمجة إن هي تفضى تاني وتنزل مع الأكل. وبالتالي احنا ما بنحتاجش ليها لاي طيب. حاجه خالص. براحه كده يا دكتور. بقى الكبسوله دي توقيتها قد ايه؟ يعني 4 شهور. 4 شهور. 4 شهور. هي طبعا مش محتاجه الوزن اللي هو فوق 120 و130 والحاجات الاوزان الصغيره، محتاجه لتكميم معده وتحويل مسار، لا دي يعني عايزه تنزل 15 ل 20 كيلو في خلال الـ4 شهور دول وخلاص.
بدون اي تدخل بينج وبدون اي تدخل منظار ولا حتى منظار، هي بس تبلع الكبسوله اسمها الكبسوله المبرمجه. وفي غضون الاربع شهور ينزل ال 15 كيلو. تنزل في المعده وهي سلسه جدا جدا يعني، بس طبعا التقنيات دي عشان هي تقنيات عاليه شويه فهي مكلفه شويه. طب احنا هنتكلم عنها، بس في دلوقتي معانا صوره حضرتك هتعلق لنا عليها لطفلين او هو طفل قبل وبعد. طبعا كان برضه في المؤتمر عليها سبوت لاين لان ملهاش سن يعني سن في السمنه في الاطفال دي. منا طبعا عملت اعتقد من فتره يعني عملت تكميم معده، ودي الفتره اللي هي تقريبا بعد اربع شهور تمام او اقل شويه. انا دي ملهاش علاقه بالكبسوله اللي احنا بنحكي عنها دي، لا كانت دي عمليات. دي حاجات عمليات طبعا لقياس الوزن وتعلق بالسمنه في الاطفال. سمنه الاطفال امنه جدا في ان هي تنزل الوزن بدون اي مشاكل تمام. صحيه طبعا دي عمليات زي تكميم المعده وتحويل المسار ما قبل العمليه وما بعد العمليه فتره صغيره. عمليات السمنه طبعا زي تكميم وتحويل المسار، دي تحويل المسار طبعا. طبعا دي من العمليات اللي هي القويه في انقاص الوزن، القويه في علاج الامراض المصاحبه زي السكر. يعني في ناس بتعمل عمليات حاله الصوره لا خلاص دي صوره غيرها، دي تكميم اعتقد برضو. طبعا الارشيف فيه يعني كميات كبيره جدا من العيانين سواء داخل مصر او خارج مصر وبيعملوا مختلف العمليات سواء تكميم او تحويل. حتى سنة في البنات اللي هم صغيرين المقبلين على الزواج طبعا يعني بتبقى دي شكلها كانت عروسه مقبله على الزواج بنت صغيره بالظبط. يعني المعنويات بتختلف خالص، الشكل بيختلف خالص، حتى الفيتنس نفسه بيختلف خالص. الاقبال على الحياه والاندراج في المجتمع بيختلف بصوره كبيره جدا. احنا خرجنا من موضوعنا المهم بالصور اللي هو الكبسوله الذكيه، حضرتك احكي لي عنها بقى. انت بتقول ان هي مخصصه للناس اللي اوزانها مش كبيره، اوزان صغيره الحقيقه يعني. هي مش احنا طبعا يعني الناس اللي هو اوزانها كاسر الكتله اللي هي 35 بنعمل لهم تكميم معده بتبقى فعاله طبعا على المدى البعيد. ودلوقتي عشان تكميم المعده كمان تكون فعاله على المدى البعيد كمان للناس اللي هي مش بتحافظ على وزنها يعني في ناس بتعمل تكميم معده وبتاكل سكريات بصوره كبيره او بتاكل كميه ضخمه من الاكل ترجع تاني تزيد في الوزن. المعده بتفقد برضو يعني بتفقد الـ 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 الحجم بتاعها الى حد ما يعني بتتمدد شويه على مدى 15 سنين. هما دلوقتي كل الفكر السائد في العالم دلوقتي في المؤتمر حتى السنه دي كل الناس بتوصي بالباند او حلقه المعده المينيمايزر. ايه المينيمايزر ده؟ المينيمايزر ده عباره عن حلقه سيليكون بتتركب حوالين اعلى المعده بعد بدايه المريء ما ينتهي بتبتدي المعده. بدايه المعده بعدها ب 4 سم بنبتدي نركب الحلقه دي. الحلقه دي طبعا قطرها حوالي 7.5 سم يعني اكبر من مساحه المعده، يعني هي مش خانقه المعده، هي بس هتقوم بدورها لو المعده ابتدت تتمدد، ابتدت تبقى ريلاكس، المعده ابتدت تبقى تفقد قدرتها على التحكم في الاكل على المدى البعيد، تقوم الحلقه يعني تقوم بوظيفتها ان هي تحجم المعده. طب ليه بتركب اعلى المعده من فوق ما بتركبش من تحت؟ بتركب اعلى المعده من فوق عشان كل ما يبقى تحتها كله يبقى محافظ على الكباسه بتاعته تمام. يعني هي مش هتعدي كميه اكتر من حجم المعده او هتعدي كميه اكتر من مساحه الحلقه نفسها، وبالتالي بتحافظ على الكاليبر او بتحافظ على مساحه المعده اللي هي المتبقيه، وبالتالي لا تفقد التكميم قدرتها على انقاص الوزن على المدى البعيد. لان دي يمكن الفترات اللي فاتت فعلا ال 15 سنه اللي فاتوا ابتدى يظهر بقى الريسيرش بتاعهم، ابتدى يظهر الفيدباك. الهاني مون خلاص اختفى، خلاص يعني خلص، ابتدينا نشوف بقى الواقع، ابتدينا نشوف اللي هو النتائج بتاعه التكميم. الحقيقه طبعا في نسبه زياده وزن ما بعد تكميم المعده قد تصل الى 15 الى 20% اعاده وزن تاني او ويت ريجين مره ثانيه ما بعد تكميم المعده. اللي هم مين؟ الناس اللي بتسيء استخدام عمليه تكميم المعده، هو ما عندوش لايف ستايل، هو مش عايز يتحكم في نفسه، هو مش عايز يقدر ان هو يتحكم في كميه الوجبه الصغيره اللي يقدر بيها يحافظ على حجم المعده. لان العمليه طبعا احنا بننزل بنصغر حجم المعده بتبقى حجم صغير، ولكن احنا علينا لايف ستايل موديفيكيشن مهم، لازم نحافظ على وزننا، لازم نحافظ على كميه الاكل بتاعتنا. في ناس بتفقد ده ما بتقدرش تتحكم في ده، وبالتالي مطلوب فيهم ان هم يركبوا حزام المعده او المينيمايزر. دي غير الكبسوله اللي احنا لازم نتكلم عنها بعد كده تاني يا دكتور، لانه برضو ما استفدناش في الحديث عنها. نعمل لها حلقه. لا دي محتاجه حلقه. انا بشكرك جدا ودايما منورنا يا دكتور كريم. دكتور كريم صبري بشكرك جدا، الشكر الاكبر موصول لكم ومشاهدينا الكرام، الى اللقاء.